بصراحة مش حلو الألعاب، ورح ينصدم إنه نفسها الفرقة صنعت ألعاب ما بتشبهها. مرحبا بكم متابعو قناة أمون تي في شو. مثل ما عودتكم دائما بس أطلع من البيت وأشتري ألعاب، أروح أشوف شو في ألعاب جديدة، إلو إل، أشياء تانية. طب بحب دائما أخذكم معي في جولة قصيرة لنتعرف على شغلات موجودة. واو الحقائب الجميلة، واو ما أحلى هاي الحقائب، هاي رينبو. واو هون كمان في ساعة. هاي الأشياء المدرسية أنا كتير بحبها، سعر الحقيبة 8 دولارات. واو هون كمان، خلوني أجيب من هاي نتعرف على الانبوكس أو النيو براند الميني تويز. خلونا نتعرف على واحدة من هدول، رح أجيب كمان حقيبتين من هدول، فرح أخليهم مفاجأة، ما رح أحكيكم أنا شو اخترت، رح تشوفوها في الفيديو. وليتس جو نشوف شو في أشياء يا أمون جديدة. يلا نشوف هاي البلاك بينك. I think guys هاي البلاك بينك، فأنا بدي أجيب كمان واحدة من هدول مشان يصير عنا أشياء كتيرة مثل ستيكرز، ألعاب ميني تويز لهاي الفرقة. نيجي للإلو إل سبرايز. واو شوفوا جايز، شوفوا رينبو هاي صار لها بوستر كتير كبير مع الإلو إل سبرايز. هدول جبناهم الإلو إل سبرايز اللي فوق إذا بتتذكروا، هدول جبنا بونبون الكبيرة. ما في ألعاب جديدة في الإلو إل سبرايز، كل هاي المجموعة فتحنا واستعرضنا منها وتعرفنا على الأشياء الموجودة. هلا عم دور على فتاة الأو أم جي القطة، ما لقيتها لسه فما بعرف ليه عم دور. آه دي جي، نزلوا دي جي. ما في أفكار جديدة بألعاب الإلو إل سبرايز نفس ما هي، كل شيء فتحناه واستعرضناه. نشوف إذا في ألعاب مختلفة. أوه ما في أشياء ولا في أفكار جديدة في الباربي، بس أنا كمان شفت إنه في ميني براندز، رح أجيب كرات كمان ميني براندز الجديدة ونفتحها ونستعرضها ونتعرف عليها. ما في أشياء جديدة في الإلو إل سبرايز، لكن جبت كرات كمان الميني براندز وبدي كمان أفتحها ونستعرضها ونتعرف هلا على تشكيلة ألعاب جديدة. يلا أمون ليتس جو على البيت. وهينا رجعنا جايز نفتح ونتعرف على الألعاب الجديدة. لسوء الحظ ما لقينا ألعاب إلو إل سبرايز جديدة، لكن مش مشكلة في ألعاب بأفكار تانية وكمان حلوة. لكن قبل ما نبدأ بالفيديو، كتير منكم مش مشتركين في قناتي عم بتشوفوني ومش مشتركين، لهيك جايز تأكدوا أنكم مشتركين بالضغط على الزر الأحمر، هذا الزر اللي هون شوفوا أنا كيف، وحطوا لايكات حلوة مثلكم. ويلا ليتس جو. أول شغلة معنا لليوم هاي الكرة، أنا متحمسة لأفتح هاي الكرات لأنه أول مرة رح أفتحها، وفكرة هاي الكرات عجبتني كتير. هلا خلونا نشوف حظ أمون في أول كرة. يلا ليتس جو، تذكرني كرات الإلو إل سبرايز. يلا هيك بتيجي شكل الكرة. يلا نتعرف على أول واحدة معنا. تعودنا جايز دائما تيجي الأرفف، الأرفف اللي هي عجبني في هاي الأرفف إنها سهلة الحركة. يلا لنشوف اللي بعده. هاي أول شغلة. جايز شوفوا أول شغلة حصلنا عليها، لكن فكرة هاي الكرات إنه يصنعوا أشياء مشهورة وألعاب كتير مشهورة ويصنعوها بأشكال مصغرة. وهاي القائمة اللي بتوضح شو هي الأشياء اللي ممكن نحصل عليها بهاي التوي ميني براندز. هاي الأشياء اللي واو، هاي الأشياء الرير النادرة كتير اللي نحصل على كرات ميني الصغيرة.
واو جايز كتير عجبني. يلا واو كرايون. هاي علبة ألوان كتير صغيرة كتير حلوة. يلا يلا على شو بدنا نحصل كمان؟ شيمر شاين، هاي بإمكان الإلوئل تستخدمها إنه عندها ألعاب. واو كتير حبيت الفكرة. واو هاي كتير بتجنن. هان لا إيش؟ أوه جايز شوفوا شو لقيت، ميني براندز المصغرة. واو كتير كول، حبيت الفكرة كتير. اللي بعده أكيد كرات الميني براندز، لكن هاي جايز مختلفة عن الأولى، لكن هاي المرة إجت باللون ذهبي. خلونا نتعرف على الكرة الثانية اللي هي مفروض انها تكون مختلفة عن الأولى لأنه اللون ذهبي. واحد اثنين here we go. هاي جايز كرات الشوبينج، الأشياء اللي بناكلها، شغلة فيها تشيكن، هاي أول شغلة اللي هي أشياء الأكل. كمان هذا حصلنا على السيزن الأصلي مكتوب الأوريجينال صوب، الأشياء اللي بتنحط على الطبيخ اللي هي النكهات، ممكن تنحط على السالاد السلطات. أوكي ونشوف هون I think يارا بالتسوق. يلا كنت متوقعة هاي عربة التسوق. حصلنا حصلنا كمان على فيتا كيس، هاي جبنة بيضة مقطعة اسمها فيتا. واو مصغرة، ومعقول يكون في جواتها جبنة؟ لا ما اتوقع مع انها تقيلة. يعني هاي القائمة بتوضح انه هاي الكرات الذهبية اللي هي الجولد فيها الشغلات الزاكية، أنا بسميها الشغلات الطيبة الزاكية اللذيذة الديليشس، هدول هم الشغلات الحلوة. آخر وحدة I think آخر وحدة. هاي نكهة كتير زاكية، هذا الرز أنا كتير بحبه اللي هو root beans and rice، اللي هو بيجي خلطة بيكون فيها البينز الأحمر مع الرز. واو هلا نروح للي بعده. أكيد كلكم بتحبوا هاي اللعبة وأنا مثلكم، اللي هي لعبة فرقة البلاك بينك. جايز هذا البراند أو هاي اللعبة اللي أنا ماسكيتها هلا، الفرقة الكورية نفسها فرقة البلاك بينك، الأربع بنات هما اللي أنتجوا أو أصدروا هاي اللعبة. يلا ليتس جو. كتير منكم رح ينصدم إنه نفسها الفرقة صنعت ألعاب ما بتشبهها، انه هاي المايكروفون بيحتوي على مايكروفون، هاي اول شغلة، وعلى مايستري كيس في شغلة رح نحصل عليها، وفي الكي بوب ستار وترندي هير ستايل انه رح يكون الشعر باروكا، وفاشنبل اكسسوريز اللي هي اكسسوارات. فيلا شغلة انه في بالمايكروفون هون شغلة. جايز هذا الكيس بسموه بلايند باك، اللي هو كيس احنا مو شايفين اللي جواته فبسموه بلايند. اوكي فخلونا نشوف اول شغلة، ازرق وكأنه حصلنا على حلق صغير اللعبة، انه هاي التيشيرت تكون للعبة وقت اللعبة. يلا نشوف. هاي هي اللعبة. لأنه Oh my god. طيب وين ال
وين القائمة؟ يعني حتى قائمة ما في، ليه ما في قائمة جايز؟ أنا كتير مستغربة جايز، أنا كتير مستغربة إنه قائمة بالأشكال الألعاب الأربعة ما في، فمستغربة كتير، ما كان هيك المرة الماضية. فلا في تنورة، I think ما في تنورة. هاي هي لعبة البلاك بينك، لكن أنا بصراحة ما حبيتها بالمرة، يعني بصراحة كتير صعبة أدخل الراس مكانه، مو مثل الألعاب اللي له السبرايز. اوكي هون المفروض تلبس، جايز بصراحة كتير صعب اللعبة ومش حلوة، سامحونا يعني يا فرقة البلاك بينك، مش حلوة ألعابكم نهائيا بصراحة، مش حلوة الألعاب.